هذا وترتبط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات المتينة جسدها توافق الرؤى والاستراتيجيات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، عززتها التحالفات الإقليمية والدولية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين منذ عقود طويلة مضت. صفحات التاريخ السياسي لمنطقتنا العربية والخليجية تحديداً تقف شاهدة في محطاتها المضيئة على ما حققته وتحققه مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نماء وتطور في صرح علاقاتهما الشاهق والتي بدأت بين المنامة وأبوظبي منذ عقود طويلة مضت أرستها سواعد الرجال الأوفياء بقلم من ذهب ووطدها حكام البلدين الشقيقين على أسس ومبادئ عروبية وإسلامية رصينة. فالإمارات العربية المتحدة الشقيقة ذاك البلد الشامخ الصاعد في مكانته إلى أعلى المستويات تفرد بحصيلة مواقفه الشجاعة والراسخة التي لم تحد يوما عن المصالح العربية والإسلامية، فكان التوافق والتناغم بين دولة الإمارات ومملكة البحرين جليا في العديد من المواقف والملفات الهامة على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، بل توجه التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف الملفات والقضايا الحساسة على مستوى المنطقة. لبنات هذه العلاقة العميقة بناها وشد أزرها رؤساء البلدين الشقيقين باتفاقيات وتفاهمات عديدة ربطتهم في مجالات جمة أبرزها المجال العسكري والأمني والثقافي والاقتصادي، كما يتشارك البلدان في العديد من التحالفات العسكرية والسياسية الهامة على رأسها ارتباطهما بمنظومة مجلس التعاون الخليجي والوثاق العربي في الجامعة العربية والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والموقف التاريخي الحازم ضد السياسات العدائية للنظام القطري بجانب الأشقاء في الدول الأربع. وقد تتوجت هذه العلاقات بزيارات عديدة بين قيادتي البلدين على مر التاريخ، وشهد العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله وسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان العديد من اللقاءات والزيارات الأخوية والتاريخية التي أكدت الترابط الثقافي والاجتماعي المتين، علاوة على روابط النسب والمصاهرة التي شدت أزر هذه العلاقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين. ما تواجهه منطقتنا العربية من مخاطر غير عادية وظروف استثنائية تستهدف أمن واستقرار البلدين تتطلب جهودا حثيثة من قادة كلا البلدين الشقيقين في التعاون والتآزر الرصين للوقوف دون أمن أوطانهم وشعوبهم ضد المخاطر المشتركة والتي تتمثل في آفة الإرهاب التي حاربتها الإمارات والبحرين عسكريا واقتصاديا وإعلاميا وثقافيا بكل حزم وإصرار، مستمدين ذلك من عزيمة جلالة الملك المفدى وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون هذه العلاقات أنموذجا للرقي والتعاون والتآخي لكل ما فيه خير وصلاح البلدين والشعبين الشقيقين.